مرحبا برج الدلو، عندك أول شيء طاقة تسع الأكواب، ثمانية الأكواب، وثمانية الأغصان. أرى أنك احتمال رحلت عن هذا الشخص في فترة من الفترات أو سترحل عنه بسبب اختلافكم على الارتباط نفسه، اختلافكم على العلاقة. العلاقة مو قاعدة تروح في الاتجاه اللي حسيت ان المفروض تروح فيه، لانه قاعد معاكس. يعني انت في طاقة التسعة واللي قاعد يصير طاقة الثمانية، معاكس. انت متوجه نحو شيء، الشريك او الحبيب، تحس ان نواياه مختلفة باتجاهك، فاحتمال هذا من الاسباب اللي خلتك او بتخليك ترحل. وين راح تروح في المستقبل؟ ارى انك راح تروح نحو تسع الاكواب. راح تكون سعيد في المستقبل، أو حاليا أنت سعيد في حياة صنعتها لنفسك بدون مساعدة أحد. يعني طاقة التسعة دايما طاقة السولو، الشخص المنفرد. أنت لوحدك، ترى يخبرك أنه لازم توجد لنفسك السعادة في محيطك، في أشياء بسيطة في حياتك تخلق منها، من الأشياء البسيطة أشياء كبيرة، عشان هذا الشخص فعلا يدرك أنه هو خسرك ويرجع لك بسرعة. ثمانية الأغصان هي طاقة التواصل بسرعة، ولكن يقول لك أن لن يحدث هذا الشيء إذا أنت لم تكن فعلا كأنك تثبت لهذا الشخص أن أنت رحلت ووجدت شيء أفضل. مو شرط شخص، ممكن يكون حياة، سعادة أفضل أوجدتها لنفسك عندما تكون تتحرك من طاقة الثمانية إلى طاقة التسعة، وتكون سعيد، تحس انك فعلا يا برج الدلو سعيد. هنا هذا الشخص سيدخل عرض في حياتك مرة اخرى ويتواصل معك، ولكن التواصل طبعا مو معناته على طول ارتباط، فاحذر وين تاخذ هاي الطاقة والحديث مع الحبيب. يعني مو اول ما يرجع لك يتواصل معك على طول تترك السعادة والحياة اللي حققتها لنفسك وترجع، لان اذا رديت رجعت ترجع للوضع القديم، الوضع اللي ما كنت انت سعيد فيه او تحس انه تستحقه. النصيحة القادمة لك، شلون تأخذ منحة هذه العلاقة او رجعة الحبيب او دخول الحبيب الجديد في حياتك الى المكان اللي انت يسعدك، مثل الزواج، الارتباط، ان يكون الشخص ملتزم معاك. عندك اربعة الاغصان وهي طاقة الاساس والبيت والسعادة، الشراكة بين شخصين. ملكة الأغصان وهي طاقة نارية، اثنينهم طاقة الأبراج النارية. وعندك كوبين طاقة السولميت وتسعة الأغصان. أول شيء يا برج الدلو، التارو قاعد يقول لي إن أنت لازم تشوف هاي الأساس. يعني أنت أول شيء لازم تسويه إنه تثبت للحبيب ان انت قادر ان تبني شيء من السعادة وتوجد حياة، جدا حياة مميزة لنفسك بعيد عنه. كوين اوف فاير استقلالية، تفعل ما تريد من اجل نفسها وتحقق ما تريد لوحدها، يعني ما يكون معاها حد يساعدها. هذا الشخص احتمال كان يتوقع او يفكر انه بدونه هو خيارك الافضل، وبدونه انت ما راح تقدر تسوي شيء في حياتك، احتمال. فأنت لازم جدا تثبت للعكس، وما يكون العكس بالتظاهر، فعلا أوجد لنفسك وأنت قادر، لديك كل ما تحتاج، لديك الذكاء، الحنكة، الكاريزما، أن تستطيع أن تتلون بأي طاقة أي برج عشان تنجز لنفسك ما تريد. ارجع إلى هواياتك، الأشياء اللي تحبها، وكبرها واعمل عليها. إذا عندك علاقات أنت صار لك فترة من الأهل والأصدقاء مقطوعة، اعمل على علاقاتك الاجتماعية أيضا، قوها، خليك قوي من جميع النواحي وأنجز لنفسك. لأن وقتها عندما تنجز لنفسك، قلت لك هذا هو الوقت اللي راح يرجع فيه الحبيب، راح يكون مصر، يعني راح يعرض عليك كوب من الحب، أو راح يكون مصر أنه يرجع في حياتك مرة ثانية. عندك تسعة الأغصان، طاقة العزيمة. عزيمة تجاه ماذا؟ تجاه أن يكون الارتباط مع الكوين اوف فاير،
ملكة الأغصان. يعني هذا الشخص راح يكون مصر إنه يرتبط بملكة الأغصان أو الطاقة أو الإنجازات اللي سوتها ملكة الأغصان. ليش؟ ترى يخبرك إن أنت لازم لما تحس نفسك وصلت لمرحلة ملكة الأغصان، نجحت في الكثير من الأشياء، فاحتمال ياخذ وقت. لما تنجح في الكثير من الأشياء وتكون لك قاعدة قوية، الكل يراها، الجماهير تراها، بعدها هذا الشخص راح يصر إنه يدخل حياتك مرة ثانية، أو إذا ما كان موجود في حياتك راح يصر إنه يدخل ويكون في تواصل وعلاقة بينكم. أول شيء راح يحرص إنه في علاقة ثابتة، علاقة معاك أنت، يراك جدا جذاب. هذا الشخص احتمال إنه كان متردد أو بطبيعته لا يأخذ القرارات بسرعة، ولكن عندما يأخذ القرارات فهو جدا ثابت. يعني اللي في باله يسوي، سواء طال الزمن أو قصر، إذا وقعت عيناه عليك وقرر إنك أنت الشخص المناسب له، بالنهاية هذا الشيء راح يصير بالنسبة له. عندك أيضا كرت التمبرنس تبع برج القوس، وعندك تسعة الأغصان. أرى أنك أول ردة فعل راح تظهرها للشريك أو الحبيب، احتمال عشان كذي أقول لك هو شخص من الماضي أو شخص عندك معرفة فيه أو راح تعرفه، لأن أول شيء كردة فعل ملكة الأغصان، ملكة لا تلاحب ولا تضيع وقتها، يعني صح؟ ملكة الأغصان تعطيك أوامر، 1 2 3 لازم تنجزها، لأن هي أيضا أنجزت لنفسها، فلا تسمح لأحد أن يضيع وقتها. فأول شيء أشوف أنك راح تخبر الشريك بما كان يزعجك أو بما يزعجك عنه. هاي الشريك احتمال عنده أمور كثيرة، يمكن عنده شوية ديون، على شوية انشغال كثير في العمل، على شوية أطباع، نمط حياته متعود كل شيء يسويه باستقلالية وبدون ما يستشير أحد. احتمال من نوع اللي يسوي ما في باله، كيف متعود دائما يكون الحالة وما يسأل أحد عن رأيه. في أشياء معينة تضايقك في هاي الحبيب أو الشريك، راح أنت تواجهه فيها أو تخبره أن أنت ما تقدر تتحمل شخص بهاي الأطباع أو بما حدث في السابق. فإذا توجد أي بصيص أمل، إذا هاي الشخص فعلا يبي يرجع لك، راح تقول له لازم 1 2 3 تسوي. أرى أن هذا الشخص، حين ندخل مواصفات الشريك، هذا الشخص عنده نوع من التعلق في شيء، أنت تشوفه شيء يضايقك أو شيء غير صحي، مثلا لازم الويكند كامل يكون مع الأصحاب، أو لازم كل ويكند يعمل كذا كذا، أو لازم أشوفه مثلا متعلق بأكل معين، هذا الشيء راح يضايقك. هذا الشخص متعلق إنه يسافر على كيفه ويقرر بروحه متى راح يسافر وين يسافر. في أشياء معينة راح تضايقك في الحبيب، هو يعملها لأنه متعود إنه يكون أعزب، متعود إنه يصرف على نفسه، متعود إنه يكون مستقل مثلك، ولكن راح تخبره إن الشراكة لا تمشي بهاي الطريقة. إذا يبي يكون شريكك لازم يتعلم يأخذ يعطي ويستشيرك ويتخلص أو يخفف من بعض الأشياء اللي تضايقك أنت. احتمال سهر الكثير، نوم الكثير، في شيء معين، تفاصيل دقيقة بشأن الشريك راح أنت تضايقك وراح تصارحه فيها، ومصارحتك لا هي بداية التغيير راح يكون الفترة القادمة. هذا الشخص سيأتيك بعرض زواج أو خطبة، عرض زواج جاد وارتباط رسمي، أوكي، راح يأخذ وقته ولكن سيأتي، وراح يكون من ناحيتك أنت قبول. ليش قبول؟ أنا اللي قاعدة أشوفه إن هذا الشخص فعلا احتمال ما كان واضح معك في البداية، ما كان
ما يراويك مشاعره، كنت انت لازم كأنك اللي قاعد تكتشف، تحاول تكتشف مشاعره. عندك انت طاقة السيف الصغير Page of Swords، كأنك قاعد تحاول تكتشف الأكواب اللي عند هاي الشخص، شنو فيها، شنو مشاعره، شنو نيته معاك. دايما انت في هاي الطاقة يا برج الدلو، هي طاقتك طاقة السيوف الهوائية، ولكن راح تحاول تعرف هاي الشخص فعلا ما هي نيته تجاهك. هل هو يعرض عليك الزواج لأنه يحبك، لأنه يراك كشريك، ولا لأنه يريد أن يحصل على القرب بأي ثمن؟ فإذا كان الثمن الزواج راح يسويه. راح تكتشف أن هذا الشخص فعلا يحبك، حتى ولو كانت تصرفاته شوي غير مستقرة وغير معبرة. أرى أن هذا الشخص لا ما يسوي الكثير من التصرفات اللي نابعة من القلب. إنسان جدا يأخذ وقته، يخطط، يفكر، يرسم، يأخذ وقته، الفارس البطيء، فارس الخماسيات. ولكن مع هذه كل التصرفات هو فعلا يحبك. راح تعرف هالشيء، تكتشف من أفعاله، من تصرفاته، إنه فعلا يحبك. وأنت لحد الآن أشوفك ما راح تكون فاهم هذا الشخص ليش يحبك جدا كثيرا بعمق، ولكن يظهر لك شيء بسيط، يظهر لك مثلا بس قمة الجبل الصغيرة اللي في النهاية، ولكن الجبل بنفسه مشاعره العميقة لك جدا كثيرة، مشاعر حب جدا عميقة، ولكن انت ما تحس انه يظهرها لك بهاي الطريقة. ايضا احس انه عندما يرجع لك، انت يا برج الدلو دائما راح تكون في طاقتك الهوائية. شلون يعني؟ دائما راح تكون تنظر الى الحبيب بشيء من الخوف او الشك او الترقب. اذا مو الحبيب او الشريك، معنات الاخرين المحيطين بكم. دائما كأنك ماسك السيف وقاعد تكون مثل رجل الامن، تحمي هاي العلاقة، تحمي هاي الارتباط، تحرص ان تصرفات الحبيب تكون موافقة لك يعني، تحمي العلاقة من الآخرين، تدخلهم في ما لا يعنيهم، الضوضاء اللي يسوونها. راح تحرص أن المحيط بينكم يكون قوي، بحيث أنه مو أي أحد يقدر يدخل ويعفس لكم الأمور أو يتدخل في حياتكم. راح تكون شوي تحب الخصوصية في حياتك. أنا أشوف أن هاي الكارت تو أوف فاير، الغصنين، هو أنت والشريك. دايما فيكم، بينكم انتو الاثنين، في شخص يضحك اكثر من الثاني، وفي شخص جاد، احتمال يكون الشريك، لان اشوفه مثل ما قلت لك لا يظهر الا جزء بسيط من مشاعره. فدائما يكون في مرحلة مستغرق في التفكير والتخطيط، دائما يفكر. انت برج الدلو هوائي، منطلق اكثر، فاحتمال انك تعبر عن مشاعرك لهالشخص. في شخص أطول من الثاني، أتوقع هو أطول منك بشيء، شخص مكتنز أكثر من الثاني، يعني شخص وزنه يعتبر ممتلئ، وشخص ثاني أطول وأضعف. والشخص قلت لك أيضا يختلف من ناحية الجدية، جاد أكثر. يعني مثلا يصير موضوع معين، موقف معين، الكل يضحك، أنت تضحك، هذا الشخص ينظر ويبتسم فقط، وعلى طول يروح يرجع إلى عقله ويقعد يحلل ما الذي حدث، مع أن الموضوع يكون عادي، موضوع مضحك. دائما شخص أشوفه كثير التفكير، كثير التفكير، فيأثر عليه، فيأخذ الأفعال متأخر نوعا ما، يستغرق، ويكون جدا يعني حذر، مخطط كثيرا. أوكي، أنت عندك Queen of Air، ملكة السيوف، وهو عنده فارس الأكواب يعرض عليك الزواج، الحب. عندك سبعة الخماسيات، ملك الخماسيات. أرى أنه راح يكون في حديث بينكم، ما راح تقبل على طول، ما راح تقبل رجوعه على طول، أو أول ما يرجع لك راح يبين لك أنه احتمال أنت كنت مفكرة أنه مؤسس نفسه ومستعد للزواج، مستعد للاستقرار، ولكن كانت عنده أمور تمنعه وتحتاج إلى الانتظار عشان يقدر يعرض عليك الحب والزواج والاستقرار.
ما كان يقدر، حتى لو انت كنت تشوفه يقدر بسبب منصبه بسبب عمله بسبب، ولكن هاي الشخص راح تكتشف انه فعلا ما كان يستطيع ان يعرض عليك الارتباط كما انت تريد في هذاك الوقت، او في الوقت اللي انت بيه برج البلو، لانه كان في احتمال عنده شوية ديون، شوية دراسة ما خلصها، شوي ينتظر ترقية عشان يحس انه اكتمل عنده الاستقرار المادي والمعنوي ويعرض عليك الزواج. أشوف إنسان جدا مستقر في وظيفته، صار لفترة طويلة في نفس المجال أو في نفس الوظيفة فحصل على الاستقرار، نشوفه مستقر فعلا، ولكن أيضا هو في مرحلة انتظار لشيء أكبر شيء أفضل عشان يقدر يعيشك بمستوى منيح. بعد ما يحدث هذا الشيء من الانتهاء من الديون أو انتظار نجاح البزنس، بعد هاي المرحلة راح يأتيك ويعرض عليك الارتباط، احتمال تكون متفاجئ لأن أشوف أن لديك طاقة ملكة السيوف، راح تتفاجئ أن على طول فجأة أتى وعرض عليه الزواج والارتباط. راح تكون تسأل نفسك ليش الحين، إيش معنى الحين بعد ما أنا أسس لنفسي حياة وصرت قوية في حياتي الخاصة، ليش الحين قاعد يعرض علي الزواج، إيش معنى الحين رجع. راح تكون تشك في الحبيب وفي نواياه، لكن بعد تحليل طويل راح تكتشف ان فعلا الكوب الذي عرض عليك هو كان كوب حب، يعني كل شيء سواه بدافع الحب. اشوف شخص لا يريد ان يرتبط فيك وهو غير جاهز سواء ماديا او عاطفيا او لانه يحبك، يريد ان يرتبط في الوقت المناسب بالنسبة لكم انتوا الاثنين، وكان يحس في السابق ان الوقت كان غير مناسب، احتمال في انتظار هنا 7 شهور 7 ايام 7 اسابيع، في رقم 7 قاعد يتردد في عقلي ما بين فترة خلاص احنا راح نتزوج وارتباط الى فترة العقد نفسه، عقد الزواج وعقد القران، في فترة انتظار. فان دائما راح تكون برج الدلو عالق في طاقتك الخاصة وهي طاقة السيوف والعقل، دائما تحاول احسك تحلل نوايا الحبيب وعندك شوية شك وخوف، من يصير شوي انتظار أو تأخير من جانبه هو على طول تسحب السيف، تكون مستعد أن تقطعه مرة أخرى، تنهي العلاقة مرة أخرى أو تنسحب من حياته مرة أخرى. بهاي الطريقة أنت تكون، يعني أنت ما تكون من النوع اللي مستعد تنتظر، ملكة الأغصان لا تحب الانتظار، وصلت مرحلة من حياتك ما تحب تنتظر، اما شيء بالنسبة لك يحدث الان او لا يحدث، تحب تكون واضح لانك هوائي لان طاقتك سيوف. لكن يقول لك ان الحبيب شوي عنده مرحلة انتظار، فانتظر معه او بدونه، ولكن الموضوع سيأخذ وقت، فلا تشكك في كل مرحلة انتظار وكل محطة فيها شوي تأخير، لان كن قوي أنت، لأن إذا أتاك الحبيب وأنت جدا مشغول وأنت غير جاهز العبء لن يقع عليه، سيقع عليك أنت، لأن راح يكون عندك شيئين لازم تحافظ على توازنهم. هاي نصيحة التارو لك، إنجازاتك اللي حققتها في حياتك قبل أن تلتقي فيه لازم تحافظ عليها، لازم تحافظ على توازنك في هاي الزواج والارتباط، لا تتخلى عن نفسك وهويتك بس من أجل أن ترتبط، يعني خلاص أنا تزوجت أترك هواياتي أو الأشخاص اللي كنت أتعامل معهم في السابق، الصديقات الأصدقاء، الرياضة، الاهتمام بالنفس، لا تقع في هاي الفخ وتجعل كل حياتك تتمحور حول هذا الشريك، لأن هذا الشريك يريد أن يكون مساوي لك، لا يريد أن يكون هو الملك وأنت فقط لتخدمه وتسعده، لا، شريك مساوي. فيقول لك أنت كن قوي عزيزي برج الدلو، حافظ على توازنك، توازنك جدا مهم في الفترة القادمة من أجل نجاح هذا الارتباط، أنت اللي لازم تكون متزن، الحبيب متزن لديه طاقة ملك الأرض، احتمال يكون برج الترابي،
دائما الأبراج الترابية يميلون أو يلفت انتباههم جدا الأبراج الهوائية مثل برج الدلو، عندك بعد الجوزاء والميزان، بسبب عكس الطبيعة، مثل ما يقولون العكس ينجذب لبعضه، نفس الشيء. ولكن يجب أن تكون متزن، حافظ على اتزانك قدر المستطاع، كن في حب وكن في زواج وكن في ارتباط مع الشخص اللي يحبك، ولكن لا تتخلى عن هويتك الخاصة وعن الأشياء اللي دائما كنت تسويها وتسعدك، مثلا شرب القهوة في الصباح. تنسى نفسك خلال هاي الارتباط، لا تنسى نفسك، هاي رسالة لك، لأن عرض هذا الشخص في الزواج راح يأتيك في عز انشغالك بحياتك الخاصة. إذا حياتك حاليا فاضية فاعلم أن الحبيب لن يأتيك حاليا، مسألة التوقيت، راح يأتيك الوقت اللي أنت أنجزت فيه شيء لنفسك ومنغمس في نفسك ومستمتع في حياتك الخاصة، وقتها راح يأتيك يعرض عليك الارتباط الرسمي الكامل. Ace of Earth يكون عنده من قبل، هو عرض عليك الحب، Ace of Cups الكوب، ولكن راح يختمها معاك بالخطوبة أو بالزواج، فوقتها راح تكون بين أمرين أو توازن بين شيئين، بين حياتك الجديدة مع هذا الشخص. أشوفك جدا راح تكون سعيد معه، وأشوفه فعلا أطول منك، وأنت دائما كنت تنظر له أنه هو شخص أنجز الكثير قبلك، دائما تنظر له أنه هو ملك الأرض، أنه هو جدا إنسان جدا مستقر، جدا واثق، جدا كاريزما، جدا كان يعجبك طبيعة الأرضية أو استقراره. ولكن كردة فعل من البداية، من صادق خذلان أو زعل بسبب عدم الارتباط في وقت سابق، أنت راح تتحول طاقتك إلى طاقة ملكة الأغصان، كأنك تقول له مثل ما أنت أنجز لنفسك أنا بعد أستطيع أنجز لنفسي. لما أنت أنجز لنفسك هذا الشخص راح يدخل ويعرض عليك الارتباط، على أنه شخص من النوع اللي جدا يفكر كثيرا قبل أن يتخذ أي خطوة، هو هاي الجهة عند هاي الجهة، يعني كثير التفكير وقليل وبطيء الحركة، وعنده حب لأشياء معينة، متعلق جدا في الأشياء المعينة اللي يحبها، إن كان كورة، إن كان تشجيع الكورة، إن كان السفر من أجل حضور مباريات، إن كان نوع معين من الأكل، طريقة تقليد معينة، متعود السهر مع الأصدقاء، في شيء معين في هاي الحبيب أنت راح يضايقك وتطالبه أنه يغيره. نصيحة أخيرة لبرج الدلو شأن شريك المستقبل. برج الدلو شريك المستقبل. You are limitless. بالضبط. You can do anything you choose. عندك حيوان اليونيكورن. حيوان اليونيكورن هو أقرب حيوان من الحيوانات الأسطورية إلى طاقة برج الدلو، خصوصا برج الدلو أكثر من الأبراج الهوائية. ليش؟ لأن البرج الدلو هو البرج الثابت الفيكست في المجموعة الهوائية. اليونيكورن، شوف، قرب الصورة، الحصان أيضا اليونيكورن عندك هنا، واليونيكورن عندك هنا، إلا ماذا يرمز اليونيكورن؟ طاقة العقل اللامحدودة. شلون يعني؟ حاليا الكثير يستخدم أحادي القرن، هذا الحيوان الأسطوري الجميل، عشان يرمز إلى الجمال، يستخدمونه مثل الباربي، إنه هو حيوان مثل الحصان، جميل، لونه وردي. ولكن الذين لا يعرفون عن حيوان اليونيكورن، أحادي القرن، هو يرمز إلى الارتباط ما بين الأرض والسماء. عند مثل القرن، هذا القرن هو موجود على الأرض، ولكن يساعده على رؤية كل شيء متعلق بالروحانية وبالسماء. وهذه هي طاقتك الطبيعية برج الدلو، طاقتك طاقة العقل
المنطق الغير محدودة تستطيع أن تكشف عن جميع حقائق الأمور. أنت موجود على هاي الأرض ولكنك هوائي بطبيعتك، فدائما تستطيع أن ترحل، ترتفع إلى أعلى وتشوف حقائق الأمور. احتمال أن ترى حقيقة الوضع، الرسالة لك اليوم، أو you are limitless، أنت غير محدود. أنت موجود على وجه الكرة الأرضية ولكن ارتباطك بالسماء جدا قوي. فلا تخاف ولا تعتقد أنك لازم تختار أبدا. تختار أما عرض هذا الشريك وأما حياتك ونجاحاتك، أبدا. أنت تستطيع بكل نجاح أن توفق بين الاثنين، تحافظ على الحياة السابقة أو الأشياء المهمة فيها اللي أنجزها لنفسك، إن كان مشروع، إن كان حرفة، إن كان دخل إضافي.